حصل ان في لائحه اتطبقت من الكليه على الطلبه، لائحه مده رئيس الجامعه في 2013، الدفعه كانت داخله عندنا في 2012 طبق اللائحه، مع ان في اول السنه في حفل الاستقبال للطلاب ايام سنه اولى الدكتور كان في الدكتور احمد عزيز قائم باعمال عميد الكليه قال لنا ان اللائحه مش هتطبق واللي عايز يدخل قسم هيدخل. في 2013 عملوا نفس اللائحه ومضوا الناس عليها، مضوها ايام الامتحانات وقالوا لنا انتوا خلاص اتمضيتوا عليها ووافقتوا عليها، وراح طبق علينا في 2013. المشكله دلوقتي ان اللائحه خلاص اتطبقت واحنا رضينا بالامر الواقع، مش عايزين المشكله دي تتكرر تاني بعد كده. في نقطة تانية، الساعات المعتمدة. كنا عايزين الكلية عن الجامعة تحاول تساعد الكلية على قد ما تقدر انها تطبق نظام الساعات المعتمدة. شكرا. ماشي حاضر. انا هجاوب على السؤال الاول بصفة اصلا علوم. الحاجة التانية، موضوع التشعيب ده انا كنت معاه في البداية من الاول خالص. الحاجة التالتة، الساعات المعتمدة، يعني انا لما كنت وكيل الكلية عملنا فعلا لائحة اسمها لائحة الساعات المعتمدة وجاهزة. تطبيق الساعات المعتمدة أولا من الآخر هبدأ، تطبيق الساعات المعتمدة عايز شيء من الحرص، لأن احنا طبقناه في كلية الهندسة وجينا في الآخر لغيناه. لأن في لابد بيتم بطريقة معينة وعدد معين من الطلاب وأماكن وأعضاء التدريس، فإحنا انتظرنا لحد ما نشوف هذا الأمر. الحاجة الثانية، كلية العلوم كانت مقبلة على اعتماد، فكان لازم تعتمد على اللائحة اللي هي شغالة بيها، فلازم اللائحة كانت الساعات العادية. حاليا ما ينفعش تطبق الساعات المعتمده الا بعد ما لجنه الاعتماد تقول تطبيقوا الساعات المعتمده. فده في البدايه. بالنسبه للتشعيب، يعني انا في بدايه تعيين رئيس جامعه كان اول ما يجوا طلاب اولى علوم 500 طالب. 500 طالب منهم 400 قاعدين يروحوا مثلا كيمياء مايكرو، و100 قاعده تروح الكيمياء، وباقي الاقسام ما حدش قاعد يروح خالص. ينفع ده؟ طيب، فعملنا في الاداب عاملين تشعيب، اللي عايز يدخل انجليزي يبقى يعمل كذا، اللي عايز يدخل عربي يدخل يعمل كذا. فاحنا جبنا التشعيب زي الجامعات كلها، قلنا اللي مثلا جايب كذا في الفيزياء يدخل فيزياء، اللي جايب كذا في الكيمياء يدخل كيمياء. وبعدين هو بيقول طبقناها لما كانت في اولى، لا ده انا ما رضيتش اطبقها الا على الدفعه اللي داخله جديد، والطالب مضى على اقرار هو في سنه اولى ان انا في سنه ثانيه هتشعب طبقا للاليه. احنا ما طبقناهاش على الدفعه اللي انت فيها، لا 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 لا، احنا طبقناها على، يعني انا ما رضيتش اطبقها الا على الدفعه اللي داخله جديد، بحيث انها ما تكونش ملزمه لحد عشان ما يجيش واحد يقول ده انا ما كنتش شفتهاش. انت عندك حاله خاصه دي يبقى نشوفها على العميد ان شاء الله. يعني لو الدفعه بتاعتك ليها حاله خاصه يبقى نشوفها على العميد. لكن طبقت بالظبط بالتشعيب وباقرار للطالب بنفسه ان شاء الله في سنه ثانيه هيحصل كده كده. لكن احنا اخذنا قرار ان مفيش طالب قبل ما يتشعب لابد يعرف، وبنعمل محاضرات تثقيفيه الشعب دي فيها ايه والشعب دي فيها ايه والشعب دي فيها ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احمد نشأت علي.